بنرحب بحضراتكم مرة تانية من هذه المحافظة الفريدة من نوعها، محافظة الشرقية. واحنا النهاردة في ضيافة محافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب. صباح الخير عليك يا فندم، ويعني احنا مستمتعين جدا بالجو وبالخضرة، ويعني انا ما كنتش متوقعة بصراحة ان انا هستمتع بهذا الطقس. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واحنا سعدنا بيكوا. اهلا وسهلا بيكوا في محافظه الشرقيه، محافظه الاصاله والتاريخ، محافظه الكرم. فاهلا بحضرتك وصباح الخير على الساده المشاهدين. سيادة المحافظ، يمكن زي ما قلت ان في ناس كتيره جدا ما تعرفش انه هذه المحافظه غنيه بالمواقع الاثريه والامكانات السياحيه الكبيره جدا. يعني احنا دلوقتي موجودين مع حضراتكم في مكان مميز ليه دلاله تاريخيه ودينيه عظيمه جدا، وهو بحر مويس. هذا البحر ليه جدل كمان، يعني كان في جدل شهدناه الفتره الاخيره. احكي لنا قصة هذا المكان وأهميته التاريخية والجدل اللي أثير حوله الفترة الأخيرة. طبعا زي ما حضرتك بتقولي، محافظة الشرقية من المحافظات الغنية جدا بالمواقع الأثرية، وتاريخها كبير. زي منطقة تل باسطة عندنا صان الحجر، حضرتك صان الحجر تقدري تقولي ان هو متحف مفتوح يعني، انما ما زلنا يعني هم بيقولوا انه صان الحجر هذا المكان نصف الآثار الفرعونية موجودة فيه، بيقال كده فعلا، واتاخد كذا مسلة عشان المتحف الجديد. فهو محافظة الشرقية منطقة غنية، محافظة غنية جدا بالآثار، إنما هي ما زالت في مرحلة عدم الاكتشاف أو عدم الاستغلال الأمثل، وهو ده اللي احنا بنحاول نعمل تعاون مع معالي وزير الآثار والسياحة، وهو متفاهم جدا، وهو حاطط خطة جيدة ان شاء الله، لان منطقه صان الحجر لو تعمل فيها فندق وتعمل فيها مزار وتعمل فيها بازارات، انا بعتقد هتبقى منطقه جاذبه جدا للسياح، بالذات السياح اللي بينزلوا سياحه اليوم الواحد او اليومين عن طريق بورسعيد، فهتبقى منطقه جيده جدا. عندنا منطقه تل باسطة هنا ومسار العائله المقدسه، حاجه على مستوى عالي جدا، انما احنا لغايه دلوقتي لم ننجح في التسويق ولا جذب السياح أو حتى المصريين للحضور، فإن شاء الله بنأمل في المرحلة الجاية أن يبقى في تعاون كبير ونستغل. لا، وإحنا عشان كده موجودين مع حضراتكم من هذه المحافظة عشان نلقي الضوء أكتر على هذا المكان وعلى أهميته التاريخية، اللي زي ما حضرتك قلت يمكن حتى أبناء المحافظة ما يعرفوش أنه هذا الكم الكبير من الإمكانات والمواقع موجودة في قلب هذه المحافظة. ولكن برضو أرجع تاني لسؤالي، هذا المكان اللي احنا فيه بحر مويس، أهميته الدينية والتاريخية والجدل اللي أثير حواليه الفترة الأخيرة، احكي لنا تاريخ هذا المكان، بحر مويس اللي احنا موجودين دلوقتي فيه وعلى هو في خلفنا في الوقت الحالي، تفضل. هو طبعا بحر مويس زي ما حضرتك بتقولي الجدل، هل سيدنا موسى تم إلقاؤه فيه ولا لا، كل الكلام ده جدل أثريين ورجال تاريخ وبيتكلموا في الموضوع ده، أنا ما أقدرش أجزم بيه، إنما هو أهميته جاية من هنا، والتاريخ الكبير بتاعه تقدري حضرتك تقولي إن محتاج إيضاح أكتر من كده، لأن إحنا عندنا مش بس بحر مويس اللي عليه جدال، إحنا عندنا الجدال موجود على حاجات كتيرة، برضو المسار، برضو البير اللي شربوا منه ساعة العائلة المقدسة، يعني في جدال كتير جدا، وقد يكون ده حاجة أنا بعتقد إنها حاجة صحية، يعني إن 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 يبقى في نوع من أنواع وجهات النظر بالنسبة للتاريخ. طبعا بحر مويس أنا اللي أقدر أقوله لحضرتك عليه لأن أنا مش متخصص قوي، إن هو فعلا من المناطق زي ما بيقولوا مبارك، واخد بال حضرتك. وطبعا الجدل أنا ما أقدرش أقول حضرتك تم حسمه ولا لأ، إنما هو فعلا الرواية اللي حضرتك بتقوليها حقيقية، لأنه اتولد هنا أيضا سيدنا موسى عليه السلام. عليه السلام بالظبط يا فندم. طيب يعني هذه المنطقة برضو، هذا البحر، إيه المناطق اللي بيغذيها؟
ده بحر مويس حضرتك واصل لغاية الشمال فوق، يعني ماشي قاطع تقريبا معظم المحافظة، محافظة الشرقية، وهو المصدر الرئيسي للري في منطقة مياه الشرب والري الزراعي في المحافظة. ويمكن كمان محافظة الشرقية متميزة ان هي يعني ما شاء الله غنية بالأسماك وعندها اكتفاء زيتي، وفي بعض الأحيان كمان بتصدر للمحافظات الأخرى. مش بس أسماك يا فندم، احنا زي ما حضرتك عارفة محافظة الشرقية هي محافظة زراعية من الدرجة الأولى، فالمحافظة الزراعية ديت عندنا مثلا حوالي 87% من أرض المحافظة كلها أراضي زراعية، في مزارع سمكية طبعا لأن بحر مويس إنتاج الأسماك فيه ما يكفيش المحافظات، إنما إحنا عندنا مزارع سمكية في الشمال كبيرة جدا وبيتم التصدير أو بيتم البيع لأسواق العبور المنزلة، فبيبقى فيه، وعندنا كمان في العباسة عندنا مزرعة سمكية كبيرة جدا، فهو الإنتاج بيتم من خلال المزارع اللي هي بتغذى من مياه بحر مويس. كمان الزراعة القائمة على بحر مويس كلها قائمة على الري من بحر مويس، وحضرتك عارفة أن المحافظة هي ترتيبها رقم واحد في إنتاج القمح مثلا. طيب يمكن هنا المحافظة أيضا يعني فيها كتلة سكانية كبيرة، نتكلم عن أكتر من 7 مليون، أكتر من 7 مليون مواطن مصري تحتل الترتيب الثالث على مستوى محافظات الجمهورية، فيها كثافة سكانية كبيرة. إزاي بنقدر إن إحنا نستوعب هذه الكثافة الكبيرة؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي هي الشرقية ثالث محافظة من ناحية التعداد السكاني، التعداد فيها تقريبا حضرتك أكتر من 7.6 مليون، ده التعداد الرسمي، إنما أنا بعتقد إن هو أكتر من كده، قد يصل لحوالي 8.5. طبعا في عندنا مراكز زي مركز زقازيق الكثافة السكانية عالية جدا، فبالتالي بنجد مشكلة في توفير بعض أماكن للإسكان أو بعض أماكن للمشروعات، إنما بنستغنى عن كده بالظهير اللي موجود عندنا في الحسينية، وطبعا عندنا في بلبيس بعض المناطق اللي بنقدر نستغلها، بجانب طبعا مدينة العاشر من رمضان اللي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية. طيب لو اتكلمني يا فندم عن المشروعات الجديدة اللي اتنفذت هنا في المحافظة، يعني طبعا التطوير كمان شمل هذه المحافظة وشاهدنا عدد من المشاريع في محافظة الشرقية، لو تكلمنا عن أهم هذه المشاريع. احنا عندنا في مشروعات كتيرة جدا، زي ما حضرتك عارفة ان محافظة زي محافظة الشرقية او معظم محافظات واجباتها بحري عندهم مشكلة في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز، فاحنا عندنا كم هائل من المشروعات الجارية في الوقت الحالي قد تصل الى ارقام مثلا استثمارية ل50 مليار جنيه، وده بيوري قد ايه ان الدولة مهتمة بتوصيل الخدمات لهذه المشروعات. يعني اقدر اقول لحضرتك ان من خلال 2018 لغاية 2020 تم الانتهاء من حوالي 25 قرية لإدخال الصرف الصحي ليهم ومياه الشرب، وإن شاء الله على 22 هيخش أكتر من 45 قرية تانين، لأن أنت عارفة حضرتك المشروعات الخدمات دي مشروعات هامة جدا. كمان في مشروع الغاز، احنا ما كانش تقريبا في غاز في محافظة الشرقية، دلوقتي في 5 شركات بيشتغلوا عشان يوصلوا الغاز، ومؤخرا دخل 170 ألف مشترك جديد لخدمة الغاز، بجانب طبعا عمليات تطوير الطرق، عمليات تطوير والتجميل، الأنفاق، المحاور المرورية الجديدة، كل الكلام ده كله بنحاول نعمله، المحافظة محتاجة شغل كبير. يمكن زي ما حضرتك ذكرت مشروع نفق عرابي من المشاريع المهمة جدا، حتى هنا أبناء المحافظة
يعني بيتحدثوا وبيشكروا عن هذا المشروع، لأنه في الحقيقة متنفس جديد هيساهم في القضاء على الـ يعني الزحمة، وهيساعد كمان على السيولة المرية بشكل كبير جدا. احنا معانا مراسل زميلي مراسل اكسترا نيوز ابراهيم عزت، هيكلمنا اكتر عن هذا المشروع، ولكن في البداية نروح لانفوجراف معلومات عن هذا المشروع، وبعد كده هنروح لزميلي من هناك ابراهيم عزت. مشروع نفق عرابي من أهم المشاريع اللي كمان تم تنفيذها هنا في محافظة الشرقية، هنتعرف أكتر عليها مع زميلي إبراهيم عزت، وكمان ضفته الكريمة المهندسة سلوى سامي القائم بأعمال مدير مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية. إبراهيم صباح الخير. صباح الخير عليك يا خلود، بصبح عليكي وبصبح كمان على ضيفنا الكريم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكلنا النهاردة يمكن كفريق عمل برنامج هذا الصباح في ضيافة أهالينا هنا في محافظة الشرقية. وعلى الهواء مباشرة إن كنت بتتحدثي مع سيادة المحافظ عن أبرز المشاريع التي تحويها المحافظة خلال هذه الفترة، هنا أنا بكلمك من قلب واحد من هذه المشاريع وتحديدا نفق عرابي. هذا النفق اللي بيربط ما بين مدينة الزقازيق ما بين الشرق والغرب في خط فاصل ما بينهم السكة الحديد، وخلية عمل الحقيقة شغالة مع الأخذ في الاعتبار باتباع الإجراءات الوقائية طبعا بسبب جائحة كورونا اللي بتأثر على العالم وخلال هذه الفترة. خلود دلوقتي ما رأيك أن نستعرض معكم ربما تفاصيل هذا المشروع وأيضا الحديث عن تفاصيله، ولكن كل هذا بعد أن أرحب بضيفتي العزيزة على الهواء مباشرة باشمهندسة سلوى صبحي، وهي القائم بأعمال مدير مديرية الإسكان هنا في محافظة الشرقية. صباح الخير يا باشمهندس. أهلا. صباح الخير على أهل مصر كلهم، صباح الخير على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا، مشرفين ان احنا موجودين معاكم النهارده. خلينا نتكلم بدايه يعني فكره عن هذا المشروع، ربما التكلفه، المده الزمنيه، احنا شايفين عدد كبير وفرص عمل كمان هنتكلم على هذه النقطه، ولكن خلينا ايه فائده هذا يعني النفق وازاي هيساهم في تقليل الكثافه يعني والازدحام وسيوله مروريه في مدينه الزقازيق هنا؟ النفق دوت طبعا بناء على تعليمات وتوجيهات معالي المحافظ الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، جاري التنفيذ في نفق عرابي ده بيربط شرق الزقازيق بالغرب، لأن في شريط السكة الحديد طبعا هو الفاصل بين الشرق والغرب، وده بيعمل عائق في الحركة المرورية، وفي تكدس في المنطقة دي فعلا مروري جامد، فده هيسهل الحركة. هو نفق بطول 350 متر وبيعبارة عن أربع حارات، حارتين رايح وحارتين راجع، ده هيكون اتصال بين الشرق والغرب، هيمد على شارع فاروق. وبكده احنا كمان في الخطة بتاعت السنة دي معالي المحافظ وضع لنا في الخطة نفق تاني من شارع فاروق للغار إن شاء الله، ده هيسهل حركة خروج كويسة جدا من للمرور على القاهرة على طول، يعني هيعمل سيولة مرورية للخروج على القاهرة بدل ما بنلف داخل الزقازيق والتكدس الموجود على طريق الزراعة أو على طريق العسلوجي، فده يخف كتير جدا عن الطرق دي. طبعا النفق ده تكلفته ممولة من المحافظة ب 100 مليون جنيه، مدة التنفيذ سنتين، ابتدى المشروع في 11/2018.
طبعا 11/2018، يعني احنا بنتكلم عن زمن برضو وفتره يعني قرابه الانتهاء عن السنتين. حجم الانجاز وصل قد ايه يا باشمهندس هاني؟ حجم الانجاز 62%، وانا من المفترض ان شاء الله يتسلم المشروع في نوفمبر 2021. المشروع طبعا شركه مقاولين العرب هي الشركه المنفذه، ومديريه الاسكان والمرافق بالتعاون مع هيئه الطرق والكباري هم المشرفين على التنفيذ. اكيد يعني مشروع مهم زي دوت موجود في منطقه سكنيه عدد سكانها مش قليل، موجود كمان قدام محطه القطر، هيساهم وهيساعد كتير في السيوله المروريه واتاحه التحرك في المدينه على الاقل من شرقها لغربها. لو كلمنا باشمهندس على فرص العمل، يعني احنا شايفين اعمار سنيه مختلفه، شايفين يعني العمل مستمر برغم طبعا جائحه كورونا، ولكن اجراءات هنتكلم عليها برضو في نقطه تانية. ماذا عن فرص العمل اللي بيوفرها هذا المشروع؟ وطبعا هنا فرص العمل عماله، طبعا عارفين قطاع الانشائي ده بيبقى فيه من عماله حداده ونجارين ومهندسين وخريج تجاره، من كل الفئات هتلاقي في فرص عمل موجوده الحمد لله. طبعا سيولة مرورية هتبقى في المستقبل هيخدم المواطنين، هيعمل حركة كويسة في الزقازيق ان شاء الله، يعني مستقبل كويس، والناس هنا ملتزمين بالسيفتي، وبالرغم من وجود كورونا لكن في قطاع الانشاء طبعا والمقاولات ما توقفش خلال كورونا. يمكن المشروعات في بلدنا الحقيقه يعني لم تتاثر كثير في هذه النقطه، وان لم تتاثر يعني اطلاقا بخصوص كورونا. اسمح لنا نيجي كده شويه علشان كمان الصوره تبان وتظهر على الهواء مباشره مشاهدينا كما تتابعون. خليت نحل شغاله، عدد كبير من العمال، شايفين اجراءات متخذه لضمان سلامه العاملين وايضا لضمان سلامه المارين من الموقع. ماذا عن ابرز هذه الاجراءات الاحترازيه المتبعه والمتخذه لضمان سلامه المواطنين والعاملين هنا في هذا الموقع طبعا التصدي لجائحة كورونا؟ هو طبعا ملتزمين بلبس كمامات، في برضو تعقيم اللي هو بالكحول على طول بصفة مستمرة برضو، يعني نقول ايه، والسيفتي بتاعتهم ملتزمين بيها الى حد ما، الدنيا ماشية كويسة الحمد لله. ايه مفيش صحيح. طب باشمهندس هذا عن نفق العرابي اللي احنا بنتكلم فيه هنا في مدينة الزقازيق، هل ممكن نلقي النظرة على المشروعات الأخرى فيما يخص الطرق والكباري والإسكان أيضا؟ بحضرتك بتشرفينا وقائم بأعمال مدير مديرية الإسكان، ماذا عن أبرز هذه المشروعات هنا لأهالينا هنا في محافظة الشرقية تحديدا؟ هو اتعمل قبل كده في كوبري، في كوبري نفق بوريش ده ما موجود، وده طبعا بيعمل سيوله مروريه كويسه جدا، وفي كوبري الجامعه معمول دلوقتي قريب برضو، فتح قريب وعمل سيوله كويسه جدا جدا في الزقازيق واختصار للوقت، دي اهم حاجه، يعني اصبح دلوقتي الخروج للقاهره برضو كويس من خارج من ناحيه الجامعه سهله جدا. ولكن النفق اللي بنعمله النهارده هيعمل سيوله من داخل الزقازيق، لان في تكدس جوه الزقازيق، اي حد عايز يطلع لازم يطلع على الطريق الخارجي من ناحيه الجامعه او طريق الزراعه عشان يروح القاهره، لا ده يبقى سهل جدا، يختصر وقت كويس جدا انه يخرج على طول على شارع فاروق هيطلع على القاهره من غير ما يلف حوالين الزقازيق، دي هتبقى حركه كويسه. طبعا من المشاريع اللي جايه ان شاء الله في الخطه الجايه اللي احنا بنقول النفق اللي نعمله من شارع فاروق للغار عشان يخدم النفق دوت ان شاء الله، ده في الخطه بتاعت السنه 2021. في طبعا مشاريع اسكان كتيره بنعملها زي ابراج، حاجات تانية طبعا تبع المحافظه، ومنها برضو في الميدان هنا برج التحرير، ده مول تجاري واداري تكلفته 58 مليون، برضو من المشاريع اللي هتعمل يعني شغل رواج للعماله والحاجات دي. صحيح مشاريع الاسكان لم تخفى في اي من المحافظات المصريه بنشوفها، وتحديدا الاسكان الاجتماعي اللي بتولي الدوله اهتمام خاص بهذا الاسكان. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندسه على كل هذه المعلومات، وشكرا لحضرتك القناه وكل جمهور مصر. شكرا.
شكرا لحضراتكم. اذا مشاهدينا الكرام، هكذا كما تابعتم معنا من هنا من منطقه العمل الخاصه بنفق عرابي بمدينه الزقازيق، دي كانت صوره واطلاله لنا على الهواء مباشره، ولكن اطلالتنا ما زالت مستمره من هنا من محافظه الشرقيه. ولكن اسمحوا لنا نرجع مره ثانيه لزميلتنا خلود زهران، واللي صبح عليها مره ثانيه. صباح الخير عليك يا خلود، وتفضلي. شكرا ليك زميلي إبراهيم عزت، شكرا ليك. طيب أرجع مرة تانية لضيفي محافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب. دكتور ممدوح، يمكن كان هناك لقاء هام ما بينك وبين رئيس البنك الزراعي، وكان في حديث عن تدعيم الأسواق الحضرية للقضاء، يمكن على ظاهرة هي بتؤرق مش بس يعني هنا المحافظة ولكن معظم مختلف المحافظات، وفي جهود للقضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة الباعة الجائلين. إيه اللي تم حتى الآن، وفي نفس الوقت يعني تقنين أوضاعهم هتفيدهم قبل كل شيء وهتحسن من مستوى معيشتهم؟ طبعا حضرتك عارفة موضوع الباعة الجائلين ده مشكلة كبيرة جدا موجودة، وبتأثر على كل حاجة، بتأثر على الشكل الحضاري، بتأثر على المرور، بتأثر على حتى البيئة. فكان في مشروع تم مع صندوق تطوير العشوائيات مع المهندس خالد، وعملنا أكتر من 5 أسواق حضرية في مكان جيد جدا، وابتدينا نحصر الباعة الجائلين في كل منطقة، بحيث ان كل واحد هنديله محل مقابل انه هيسيب المكان اللي قاعد فيه. هو قاعدين في الشارع على الأرصفة، فابتدينا نعمل الكلام ده، واحنا بنعمل فكان معظم طلباتهم طب انا هجيب بضاعة منين، املى المحل منين. فاحنا كان في اتجاه ان احنا نعمل مقترح كان مع الدكتورة نيفين جامع لما كانت ماسكة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومع باشمهندس عادل لما جه امبارح اتكلمنا في الموضوع ده، واتفقنا عليه ان انا هديله المحل بإيجار شهري، وهو هيموله في صورة قرض انه يشتري البضاعة ديت ويقسطها له على مثلا 5 سنين 10 سنين، ويبقى قرض سريع من 5000 جنيه ل10000 جنيه بفايدة قد تكون يعني لا تذكر، زي فايدة بسيطة جدا، بحيث ان احنا نقدر ننقل الباعة الجائلين لا يتضرروا، ونديله حاجة جاذبة انك هتيجي وهنديه قرض تشتري ليك بضاعة للمكان اللي هناك. وده مهم، وبالاخص بعد التطوير الاخير، احنا كمان شفنا واحنا لما عدينا من هنا القناطر التسعة كمان كان في تطوير شهدناه الفترة الاخيرة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لهذه المنطقة. كلام حضرتك مظبوط، هو حتى الأسواق امتداد للمنطقة اللي هناك، الأسواق الحضارية الجديدة كانت بتجذب باعة كتير. بالظبط كده يا فندم، وهي المنطقة دي كانت أصلا مصرف وتردم واتعمل مكانه حديقة زي ما حضرتك شفتي، بحيث أن الناس هناك تلاقي متنفس جيد يقدروا يقعدوا فيه. فهو ده فعلا اللي احنا ابتدينا نعمله. كمان ضمن الحاجات اللي كنا بنتفق فيها ازاي نعمل مشروعات انتاج حيواني للشباب، فالمحافظة هتوفر أرض وهنقسمها مساحات محددة يبقى فيها مكان لتربية المواشي ومنزل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولسه النهاردة كان في توجيهات من القيادة السياسية لدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي بأنه يتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني ودعم الجهاز المصرفي للسوق المحلي. بالظبط يا فندم، فهو احنا هنعمل مشروع برضو بالتعاون مع البنك، هنوفر الارض وبعد كده هنقسمها قطاعات صغيرة، مثلا ربع فدان لكل شاب، وهنبني له فيه معلف وبيت صغير، واللي هينتجه البنك هياخده منه يسوقه ويخصم جزء من الأرباح بتاعته في صورة اقساط لتمن الأرض دي، وبعدين يملكها له بعد 5 سنين 10 سنين. يبقى هو اداله الحيوان اللي هو هيربيه في صورة قرض، وهياخد منه المنتج منه، ومش هياخد منه فلوس، المنتج اللي هياخده هياخد جزء منه في صورة قرض. ونقدر نتوسع في الموضوع ده في موضوع الانتاج الحيواني، اتكلمنا في الموضوع ده واتفقنا ان احنا هنعمل بروتوكول نقدر ننفذ بيه هذا المشروع ان شاء الله دوت. وبرضو في الانتاج السمكي في صورة مشروعات صغيرة للشباب، واحنا عندنا كذا جهة اتفقنا معاها على تدريب الشباب على انتاج السمكي في مشروعات برضو صغيرة. طيب ما ينفعش يعني حضرتك تكون معانا
ونتكلم عن أهم المواقع الأثرية وأهم المواقع الاقتصادية اللي موجودة كمان، وأهم المشاريع اللي بتنفذ في محافظة الشرقية. وبنتكلمش كمان عن حاجة مهمة جدا اللي بتميز كمان الشرقية، اللي هي الخيول العربية الأصيلة. وكل شهر سبتمبر بيكون في مهرجان لهذه الخيول، وبتكون مصدر جذب سياحي من مختلف دول العالم. ويمكن كمان حضرتك بتكون حريصة على افتتاح هذا المهرجان طبعا. وموجود هنا في محافظة الشرقية أجود الأنواع وأفضل أنواع الخيول، خيول عربية أصيلة. وكمان هذه المحافظة بتنتج 80% تقريبا 80% من الخيول. مظبوط يا فندم. واحنا زي ما حضرتك بتقولي في مهرجان سنوي بيتم على ارض محافظه الشرقيه، بيجي له اشقاء عرب كتير، بيجي له المهتمين بتربيه الخيول. واحنا بنطور هذا الموضوع، وطلبنا ان احنا نقدر نوفر قطعه ارض نعمل فيه زي مسار، او نقدر نعمل فيه ارض تقدر الخيول تتبارى فيه وتتنافس. ومش بس الخيول، كمان الهيجن الجمال، لان ده برضو بيبقى مهرجان كبير جدا وبيجي بنشوف ناس من مختلف دول العالم بتحضره، وبتكون موجوده وبتكون حريصه ان هي تكون موجوده. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. ده ليه كمان دور مهم جدا في تنشيط السياحه الرياضيه بشكل كبير. طبعا ده احنا كمان في حضرتك عندنا البرك اللي بيصطادوا بيها الطيور المهاجره، فاحنا عندنا برك أكبر مشهوره، اكبر البرك الصناعيه موجوده هنا. ده احنا عندنا برك مشهوره جدا، يعني عندنا نادي الصيد واخد منطقه كبيره ناحيه الحسينيه، وبيجي فيها كل المهتمي بالصيد في المواسم بتاعتهم. فهي محافظه الشرقيه جاذبه جدا، بس هي محتاجه تسويق اكتر من كده وتوفير خدمات اكتر من كده، وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله. لان توفير الخدمات ده محتاج استثمارات كبيره جدا، اذا كان عشان السياحه مطلوب فندق على الاقل 3 نجوم وفندق 4 نجوم، اذا كان عشان رياضه الخيول مطلوب مسار للخير كبير نعمل له زي تراك يقدروا يعملوا المنافسات بتاعتهم فيه. برضو الهيجن، لان الهيجن هما بيعملوا سباق محتاجين مسافات طويله بيجروا فيها. هنا في اراضي زي ما بنقول في اراضي زراعيه كبيره، في كمان اراضي صحراويه، فبالتالي احنا ممكن نستفيد من هذه الاراضي لتنشيط السياحه، لانه هنا في انشطه وفي انشطه، يعني في مختلف انواع سياحه. كلام حضرتك مظبوط، بالظبط يا فندم. طيب يعني ايه اللي احنا عملناه عشان نقدر ان احنا ننشط السياحة في هذه المحافظة الغنية في الحقيقة بحاجات كتيرة جدا ومواقع كتيرة جدا، ايه اللي تم الفترة الأخيرة؟ خلينا الأول نتفق ان عشان ابقى جاذب للسياحة او جاذب لأي حد لازم يكون متوفر عندي خدمات معينة، خدمات طرق جيدة، اماكن للسكن في الفنادق. اذا ما كانش ده متوفر مش هبقى جاذب قوي. فده اللي احنا بنعمله في الوقت الحالي، بنحاول نرفع كفاءة شبكة الطرق، وده طبعا في تعليمات من السيد الرئيس، وابتدى يبقى في دعم سريع لتطوير الطرق. ابتدينا نعمل زي ما حضرتك عارفه، ما عندناش في الشرقيه نقدر نقول للحركه عندنا فنادق تقدر تستقبل الضيوف بتاعنا، ده اللي ابتدينا نعمله فعلا في مشروع في العسلوج هنا جنبنا، بان احنا بنحاول نعمل فندق على مستوى عالي بمول على مستوى عالي. كمان منطقه بلبيس في عندنا 35 فدان بنعمل فيهم منطقه برضو فيها منطقة جاذبة، بحيث ان هي تقدر برضو يقدر يبقى فيه اقامة، يقدر يبقى فيه كل الانشطة اللي يقدر بيستخدمها. طبعا قبل ما اقول تعالى عشان تتفرج عندي لازم اكون موفر له الكلام ده كله، فهو ده اللي احنا بنحاول نعمله في الوقت الحالي، الخدمات، الطرق، اماكن للاعاشة والمبيت للوفود اللي جاية. طيب نتكلم بقى برضو عن ملف آخر، ويمكن هذا الملف الدولة مهتمية بشكل كبير جدا بيه الفترة الأخيرة، مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والتعدي على الأراضي الزراعية. ويمكن حضرتك يعني احنا متابعين مع حضرتك ومع عدد من المحافظين هذا الملف وتقنين أراضي الدولة، وحضرتك يمكن قبل كده قلت لنا انه للأسف الفترة الأخيرة في ناس استغلت أزمة كورونا وبنت على أراضي زراعية، لأنه هنا في الشرقية
يعني المساحات الخضراء والاراضي الزراعيه كتيره جدا، ففي ناس للاسف بنت على هذه الاراضي الزراعيه اللي في منها يعني اصبح غير صالح. صحيح. ايه اللي تم بقى الفتره الاخيره؟ احنا طبعا زي ما حضرتك عارفه ان التعديات على الاراضي الزراعيه واملاك الدوله ده موضوع قديم جدا، مش بس من 2011 او من ازمه كورونا، بس هو زادت جدا بعد 2011، انما التعديات موجوده من زمن كبير، وهو دلوقتي الدوله واقفه بقى هامه جدا عشان اعاده تقنين الوضع والسيطره على العشوائيات في المباني. طبعا تقنين الاراضي في عدد كبير متقدم لتقنين وضعه في الاراضي، وهو ده اللي احنا بنحاول نشتغل معاه. عدد كبير منهم؟ احنا متقدم لنا للتقنين على اراضي الدوله 26129 حاله، وده جزء كبير، انما طبعا في مجموعه كبيره جدا ما تقدمتش وتم ازاله اكتر من 35000 حاله، واخده بال حضرتك، والدوله استردت الارض بتاعتها في الحالات دي. بجانب بقى القانون الثاني هو التصالح في مخالفات البناء، يعني تبقى قطعه الارض بتاعت حضرتك بس لما بنيتي مخالفه، بنيتي على أرض زراعية، بنيتي من غير ما تعملي الاشتراطات، الارتفاع، قيد الارتفاع، عرض الشارع، كل الكلام ده كله، دي بقى اللي احنا ده اللي موجود في الوقت الحالي بنحاول نطبق عليه، اللي هو قانون التصالح اللي حضرتك واخد اهتمام كبير. عندنا لغاية دلوقتي حوالي 42000 حالة متقدمة للتصالح في خلال الفترة اللي فاتت بس، بعد 14/7 متقدم حوالي 15000 أو 16000 واحد بس، يعني خلال 3 أسابيع أو 4 أسابيع تقدم حوالي 15-16 ألف واحد للتصالح. فالملف ده هام جدا، وملف التقنين بتاع أراضي الدولة هام جدا، لأن في الأول وفي الآخر في حق للدولة لازم يدفع، في خطورة موجودة على بعض المباني. يعني أقدر أقول لحضرتك عندنا هنا أبراج ارتفاع 15 دور متلاصقة لبعض، ما فيش مسافة في عرض الشارع أكتر من 3 متر، يعني لا قدر الله لو قام حريق أو عربية السعف حابت تخش ما تعرفش تخش، فدي برضو مشكلة كبيرة جدا وفيها السكان. فهو دوت اللي احنا بنراجعه في الوقت الحالي، في لجان فنية بتنزل بتراجع هذه المباني وبتبتدي تشوف إمكانية التصالح، ما متوافقش على التصالح بيتم الإزالة، الإخلاء فالإزالة على طول. محافظة الشرقية بيها عدد من المراكز وبيها عدد من المدن، هل في خطة لإزالة في بعض الأماكن يعني القمامة اللي موجودة في الشوارع؟ وكمان للأسف الناس يعني بعض الناس بيرموا في الشارع، يعني احنا نفسنا يعني في الحقيقة هذه الثقافة تنتهي، الناس تخاف على حاجتها أكتر من كده، واللي بيرمي برضو في المية في بحر مويس. ما هي دي ثقافة زي ما حضرتك بتقولي، ودي أعتقد ولازم يكون في عقوبات، يعني طبعا هو لازم يبقى في عقوبات ولازم يبقى تطبيق جيد للعقوبات، إنما في الأول وفي الآخر أنت حضرتك محتاجة الثقافة تنتشر، والثقافة دي محتاجة برضو من المدارس الوعي، لأن هو الطالب بتاع المدرسة لو أخذ على الوعي ده هيخلي أسرته كلها تمشي في هذا الاتجاه. فأنا متفق مع حضرتك، عقوبات زائد ثقافة ووعي هينهي المشكلة دي، لأن دي مشكلة مصر كلها بتعاني منها، موضوع المخلفات وموضوع عدم احترام المواطن للنظافة بتاعة الشوارع. طيب يمكن احنا بنحاول على قد ما نقدر واحنا موجودين في محافظة الشرقية يعني نلقي ضوء على كل ما يميز هذه المحافظة. وانا يمكن واحنا بنقرأ وبنشتغل لقينا ان كمان الرياضة هنا مميزة جدا، يعني عندنا اولا غير ركوب الخيل احنا اتكلمنا عنه، عندنا فريق الهوكي. فريق هوكي الشرقية ده دايما بيحتل الصدارة. عربيا وافريقيا بنتكلم عن اكتر من 14 سنة تقريبا لحد دلوقتي، يعني دي من الحاجات برضو اللي احنا لازم نتكلم عنها، ان الرياضة هنا برضو في اهتمام بيها وبالاخص الهوكي. طبعا فريق الهوكي من الفرق المشهورة جدا أفريقيا، وليها مشاركات كبيرة وبطولات كبيرة إذا كان على مستوى الرجال أو الفتيات، كمان الفتيات بيحققوا مراكز جيدة، وده بيؤكد أن في مجهود كبير بيتعمل مع الفريق وفي محافظة على المستوى، وده اللي بيؤكد استمرارية البطولة. طبعا
كمان انا عايز اقول لحضرتك ان في دلوقتي اهتمام النادي بيقوم بيه بالنسبه لفريق كره القدم، بحيث ان هو يصعد، لان اهالينا في الشرقيه متابعين جيدين لكره القدم، فالرياضه في محافظه الشرقيه ليها اهتمام كبير جدا من القائمين عليها، من سيد وكيل وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كان موجود معانا امبارح برضو، وكنا بنتكلم معاه على بعض المشكلات اللي موجوده في الانديه وموجوده في المراكز، وهو على طول بيتفاعل وبيحل معانا. فانا متفق مع حضرتك، احنا عندنا فريق الهوكي من العلامات المضيئه جدا داخل محافظه الشرقيه. كان هناك برنامج اسمه ايضا برنامج المسافات الامنه، هذا البرنامج لدعم المغتربات والوافدين، يعني هو برنامج انساني في المقام الاول، برضو لو يعني القينا ضوء عليه، ايه هو ده اللي احنا كنا مع الدكتور اشرف صبحي موجود امبارح عشان زياره هذا البرنامج. هو برنامج ما بين وزاره الشباب والرياضه والامم المتحده مع الاسكان، عاملين مشروع للمغتربات او للسيدات زي السوريات السودانيات، وشفناهم امبارح بيعلموهم بعض الأنشطة، إذا كان بيعلموهم بعض الصناعات بعض الحرفيات عشان يقدروا إن هم يستغلوا في بيعها فيقدروا يصرفوا على نفسهم. كمان بيعملوا لهم دعم نفسي وتدريب جيد جدا، كان في العاشر مثلا من رمضان تم توفير السكن ليهم، تم توفير الخدمة الصحية ليهم. فكان الدكتور أشرف امبارح بيزور هذا المشروع، وشفنا ناتج اللي هم أنتجوه بإيديهم وصنعوه بإيديهم حاجة جيدة جدا. فده برضو زي ما حضرتك عارفة أن السيد الرئيس قال إحنا ما عندناش معسكرات للاجئين وما عندناش أماكن للاجئين، إنما إحنا عندنا الشعب المصري بيستقبل الجميع وبيستوعب الكل، لأن أرض مصر الطيبة أي حد بيقدر ينخرط فيها وبياخد نفس الخدمة بتاعة المواطن المصري. وهذا البرنامج يعني برنامج إنساني جدا 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 يا فندم، وبرنامج ناجح. والدكتور أشرف امبارح قال ان حوالي 17,000 مستفيد على مستوى الخمس محافظات اللي اتعمل فيهم المشروع. داخل محافظة الشرقية المستفيدين حوالي 2170 سيدة استفادوا من المرحلة دي، وانا شايف ان هم حتى طلبوا بعض الطلبات من الدكتور أشرف ان هو يسمح لهم اتاحة المراكز الشباب ان هم يحضروا فيها وياخدوا اولادهم فيها، والدكتور أشرف وافق لهم على طول. فده برنامج رائع جدا أي ما بيوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف زبط. واحنا نتكلم عن المشاريع المهمة، برضو في مشاريع نفذت استراتيجية على مستوى الجمهورية، تم إنشاء برضو هنا يعني صوامع القمح، ودي من المشاريع المهمة. وصلنا لفين في هذا المشروع تحديدا؟ أنا عايز أقول لحضرتك أن محافظة الشرقية هي نمرة واحد في إنتاج القمح، إحنا وردنا أكتر من 650,000 طن السنة دي، وده انتاج وفير جدا. الصوامع اللي اتعملت هي اللي خلتنا نقدر نستوعب هذه الاقماح، اذا كان في الحسينية او اذا كانت في هيهية او كل الصوامع اللي تم انشائها. انا عايز اقول لحضرتك ان الصومعة الطاقة بتاعتها 60,000 طن، وانت حضرتك بتكلمي على ارقام كبيرة جدا، والتشوينات الجديدة اللي بتتعمل في العاشر من رمضان، فالتوسع في هذا والاستثمار فيه ادى الحفاظ على انتاج القمح، ادى التوريدات العالية جدا من القمح، وده انا شايف ان ده من اهم المشروعات القومية اللي تمت على ارض محافظة الشرقية. وحضرتك بتكلم عن مدينة العاشر من رمضان، يمكن هذه المدينة احدى القلاع الصناعية الهامة جدا مش بس في الشرقية ولكن في مصر كلها، عدد كبير جدا من العمالة، هدفها جذب رؤوس أموال أجنبية ومحلية، يعني حاجة كده ضخمة جدا. ويمكن على الرغم من الأزمة اللي احنا عدينا بيها، ولكن الشغل كان على قدم وساق مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية، ويمكن حتى اللي كان بيخالف كان على طول بيتم محاسبته. ايه الاجراءات الوقائية اللي احنا اتخذناها الفترة الاخيرة للحفاظ على العمالة في هذه الاماكن في هذه المصانع؟ حضرتك زي ما حضرتك قلت محافظة الشرقية مش بس العاشر من رمضان، ده احنا عندنا كمان الصالحية الجديدة، عندنا منطقة بلبيس الصناعية، عندنا منطقة الزوامل الصناعية،
منطقة الزمالك الصناعية فيها حوالي 1000 مصنع، بلبيس فيها حوالي 300 مصنع. جملة المصانع اللي موجودة كان عندنا من حدود من 8000 ل 9000 مصنع. العمالة اللي بتخش في اليوم من خارج المحافظة أو بتخش منطقة العاشر والمناطق الصناعية أكتر من 700000 واحد في اليوم، فده بيوري لحضرتك كثافة العمالة قد إيه اللي موجودة في المصانع. طبعا أول ما ابتدت الجائحة تحصل والإصابات ابتدت تبان، على طول كان في لجنة مشكلة برئاستي أنا، وكنا بنروح نقعد في مدينة العاشر يومين في الأسبوع، وتم عمل لجنة جيدة جدا لمتابعة الأول وضع الاشتراطات الاحترازية، وابتدى يتم متابعة من خلال المرور على المصانع. أول حاجة توفير غرفة بحيث أن لو حد داخل وساعة قياس الحرارة شك فيه على طول بيتم الحجز في الغرفة دي لغاية لما الإسعاف يبتدي ياخده. المسافات، الورديات كانت بتتقسم بعد ما كان في مثلا 50 واحد. في مركز طبي كمان تم إنشاؤه بالظبط يا فندم في العاشر من رمضان للمنطقة الصناعية للعاملين هناك. بالظبط، وهو المركز ده اتعمل عشان يتعمل منطقة عزل للمراحل اللي هي الأولية، وبعد كده هو يتم تحويله على المستشفيات، وده برضو قام بدور جيد جدا. وطبعا جمعية رجال الأعمال هناك مستثمر العاشر من رمضان هم اللي فرشوه وصرفوا عليه بالتعاون مع وزارة الصحة داخل محافظة الشرقية. كان في برضو، أنا بقول حضرتك الأزمة دي كان في تلاحم فيها كبير جدا، والدليل على كده ان مفيش مصنع واحد وقف اثناء الازمه دي، كان بيتم متابعتها، وكل رجال الاعمال تقريبا على طول استجابوا لتطوير الاجراءات، اذا كان حتى في وسائل النقل، اذا كان في الورديات، اذا كان في تخفيض العماله بحيث انها ما تاثرش على الانتاج. فالحمد لله تمت على خير وتم تطبيق الاجراءات الحرزيه، وما زال لغايه دلوقتي بيتم متابعه تطبيق الاجراءات الاحترازيه. سياده المحافظ، يمكن حضرتك محظوظ بهذه المحافظه لان هي زي ما قلنا فريده من نوعها، وموقعها فريد وغنيه بالاماكن الاثريه وامكانات كمان سياحيه كثيره جدا، ولكن لو تستغل زي ما حضرتك قلت، ايه المطلوب الفتره الجايه؟ ايه المطلوب عشان نقدر ان احنا ننور هذه المحافظه وتاخد حقها بشكل اكبر؟ طبعا السؤال بتاع حضرتك سؤال ممتاز. محافظه الشرقيه محتاجه حاجات كتيره جدا، وانا عايز اقول لحضرتك ان القياده السياسيه من دي اهتمام كبير جدا محافظه الشرقيه. يكفي اقول لحضرتك من 2014 لغايه النهارده تم ضخ اكتر من 50 مليار جنيه بس عشان يتعمل بعض المشروعات الهامه. اول ما نبتدي ننتهي من المشروعات الهامه، لان حضرتك انت عندك 509 قريه في محافظه الشرقيه، كان المغطى بس منهم حوالي 80 قريه بالصرف الصحي اللي فيها خدمه الصرف الصحي، يعني حضرتك بتتكلمي على حوالي 14-15% بس مغطاه. فانا بقول لحضرتك مثلا 2022 عدد القرى اللي هتغطى هتوصل اكتر من 65%، فدي نقله كبيره جدا واستثمارات كبيره جدا. مياه الشرب، محطات مياه الشرب دلوقتي في محطه مكلفه حوالي 600 مليون جنيه ان شاء الله هتنتهي في 2021، تنهي مشكله مياه الشرب في منطقه الشمال. عندنا محطه هيتم استلامها خلال ايام في ابو كبير، هتنتهي مشكله المياه في الناحيه بتاعه ابو كبير وفاقوس. يعني انا بقول لحضرتك فعلا في ضخ استثمارات كبيرة. الطرق بس أنا عايز أقول لحضرتك ربع مليار جنيه اتاخدوا بس الثلاث شهور اللي فاتوا في 16 طريق، فالاحتياجات كتيرة، المشكلات قديمة جدا ومتراكمة، إنما ده مش معناه إن الدولة مش واخدة بالها، لا، الدولة ابتدت فعلا تضخ استثمارات. إن شاء الله أنا بعتقد في المرحلة الجاية أول ما هتنتهي الأولويات ونبتدي نخش بعد كده هوت في عمليات التجميل والتطوير والترفيه، أنا بعتقد هيبقى محافظة الشرقية من المحافظات الجاذبة على مستوى الجمهورية بإذن الله. إن شاء الله تكون بالفعل محافظة جاذبة الفترة الجاية من خلال الاهتمام بها بشكل أكبر من كافة الجهات المعنية، لأن هي فعلا تستاهل طبعا. يعني أنا يعني يمكن دي أول زيارة ليا في هذه المحافظة بس مش آخر مرة، لسه في 120 موقع أثري يعني موجودين هنا، في يعني أكتر من 120 موقع 120 أثري تقريبا صحيح. موجودين في المحافظة، أكيد يعني ناس كتير هتبقى حابه تتعرف على التاريخ والاصاله والحضاره، يعني ان شاء الله تاخد حقها بشكل اكبر الفتره اللي جايه. دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، شكرا ليك وشكرا على يعني حسن الضيافه، وكالعاده يعني الشرقوه معروفين بالكرم
وحسن الضيافة. شكرا ليك على وجودك معنا. مشاهدينا لسه مكملين من محافظة الشرقية، وهنتكلم بقى عن الأهمية الاقتصادية لهذه المحافظة بعد الفاصل.